بمشواري في كتير محطات مهمة، أكيد من هاي المحطات أغنية العدل يا حبيبتي، ألحان الأستاذ الكبير كاظم الساهر. كاظم أستاذ كبير بالأخلاق وبالفن وبالرقي وبالتعامل، وكيف صنع حاله وكيف صنع هالحالة كلها. يعني كاظم أنا بعتبره من الناس اللي أخذوا 300 مليون عربي يسمعوهم فصحى بالوقت اللي كان ما حدا بيغني فصحى إلا في هيك محاولات خجولة يعني، ونجح بهذا المحل. بقى عمل خط خاص بكاظم الساهر، هذا يحسب له يعني. كان في عرس ابنه وسام ودعيت على الفرح وغنيت، وقفني بالقلب العرس، أخذ الميكروفون وقال أنا عندي أخ صار اسمه ملحم زين، وبعد منا قال لي في لحن بتنقي أي لحن بدك إياه بتاخده. اخترنا العدل يا حبيبتي توزيع ميشيل فاضل، صار لغط كبير على الغنية لأنه يعني جمهور كاظم ما تحمل توزيع الأغنية اللي هو شوي تكنو، في ناس عجبها بالمقابل. أبو وسام إضافة لأي فنان بيعطي لحن، ترجمة المحبة اللي نشأت بيني وبينه كان هذا اللحن. إن شاء الله في لقاءات أخرى أكيد. ضلت حكي أغنية أكيد بتعطي فرح بتعطي بهجة للي عم يسمعها، ولكن حقيقة الأغنية ونشأتها الأولى كانت من حزن ومن أسى كبير.
تسمي يا شفافك تسمي خلي اللولو وان ما كان يتعلم كيف البسمة يا سنة داخلك بان تسمي يا شفافك تسمي حاجة تشقي هالفستان. يمكن هاي الأغنية أنا بعتبرها سبب بالصلح اللي صار بيني وبين أبو مجد الله يرحمه. أنا سعيد جدا أنه ما فل من هالدنيا وزعلان من ملحم زين. كان في خلاف عمره 6 سنين وبعدين بلبنان هون كتير ناس اشتغلت أنه ما يصير في صلح. كبر من أبو مجد أنه يدق على الاستوديو يقول له في غنية بتشبه ملحم زين وبيغنيها بصوت حلو خلي يطلع اسمعها. كنت أنا بالبيت عند أهلي عم بتغدى تركت كل شيء من إيدي لأنه أنا من الناس اللي بلحق إذا حدا بعزه ما بخلي يعني ضل حاول ليرضى طريقة أو بأخرى. أبو مجد بيعني لي أنا كفنان أول شيء من أنا وصغير كنت حط الميكروفون بالمسجلة وغني معه يعني هو عم يغني أنا غني معه ساعة ننسى كل أغني ومشيت بطريقي كل شيء صدقت يعني عمري يمكن 13-14 سنة وجمعنا هذا العمل وأكثر من عمل أغنيتين هني كانوا أحلى مرة وحاجة الفستان كمان إضافة كبيرة بمشواري أنه يقال بعد سنين من العمر أنه ملحم بركات عطى لملحم زين لحن أو لحنين وهني كانوا آخر لحنين بحياته أصلا يعني الله يرحمه وفرقنا أبو مجد بيعني لي كتير أكيد.